كوكيز الشوفان الصحي. النهاردة هنعمل كوكيز الشوفان الصحي. معانا هنا 3 موزات مستويين، عشان كل ما الموز بيبقى مستوي كل ما بيكون مسكر اكتر، واحنا هنا مش هنستخدم سكر، فيبقى محتاجين الموز يبقى مسكر. لو حبيتي ممكن تستخدمي سكر استيفيا. تمام، هنهرسهم بشوكة وهننزل عليهم بكوباية من الشوفان ونص كوباية من الشوكليت شيبس الدارك عشان طبعا صحي. تمام، هنقلب كل الخليط ده مع بعضه، وهنجيب بقى معلقة الايس كريم ونبدأ نشكلها كده بمعلقة الايس كريم بحيث ان كلهم يطلعوا نفس الحجم ونفس الشكل، وهندخلهم الفرن على 180 لمدة 20 دقيقة مش اكتر وبس. يبقى معانا النهاردة كوكيز صحي وبألف هنا وشفا. ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملي لايك وشير وسبسكرايب على قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.